التحليل. كمال بن خليل بدأت الاحتجاجات على التحكيم مبكرا كالعادة كما كل جولة، فما فريق يحتحفنا بالاحتجاج هذا مشكل الفريق هذا، حتى بعض المحامين التابعين ليه أحمد الصالحي كيف كيف هبطوا تدوينات كما كمال بن خليل هبط تدوين البارح، كيف انضميت للائحة متاع المحتجين على أمير الوصيف؟ مش انضميت أنا من 2021، من 2021 أنا رجعت الاستوريك متاعي من 2021 وأنا ضد الحكم هذا. علاش؟ لأنه في تاريخه التحكيمي ولا مرة خرج مباراة نادي الإفريقي طرف فيها نظيفة، ومع الأسف في المباريات اللي زفر فيها الكل نادي الإفريقي طرف ديما النادي الإفريقي مظلوم، ولا مرة النادي الإفريقي خرج مستفيد من الحكم هذا. قولوا لي الأخطاء تصير نقول لكم تصير، لكن أنه مثلا جودي نامبورتوكوا حكم في 10 مباريات النادي الإفريقي فيها طرف، في 10 مباريات ديما النادي الإفريقي حقها مهضوم بنسب معين. أعطينا أمثلة مثلا باش نجم نجاوب. نعطيك مباراة ترجي رياض ديربي في 2021 31 جان في 2021، السيد هذايا في 7 دقائق لعب النادي الإفريقي وقتها كان تذكروا منع من الانتدابات وكانت الوضع 7 دقائق لعب يخرج اسكندر العبيدي على اثر هفوة اتفق الجميع على انها تستحق صفرة ما تستحقش حمرة. خلينا نكمل، انت عطيتني قلت ايه نجاوب فيك تقول في معلومه لا جاوبني. قلت لي اتفق الجميع ما اتفق حتى حد، انا البارح برك عاودت فرجت فيها اللقطه هذيك خلينا نجاوب. لا قصيد وكان بين الجميع خارج راس اتفرجت حتى في المافيوليت اللي تقالوا واحد وقت في غير الكاس مستحق البطاقه الحمراء. نعطيك صار لهم بعد باش نعطيك تقول لي انت باش نعطيك في المباراه هذيك اخويا طوفان من الاوراق الصفراء للاعبي النادي الافريقي، حتى ثم بعض الملاعبيه قالوا انه في لهجته معانا كانت لهجه نتاع سبان ونهر وامر وكذا، وانا كنت بعض اللاعبين حكيت معاهم، ثم وقتها اوراق احمر لفريق الترجي الرياضي اللي اتفقوا اوراق احمر دقيقه عاد دقيقه انا نخرج لك انا توا بعد المباراه، ثم ورقه حمراء وحيده الغيلان الشعلالي وقتها كي اعتدى على احمد خليل وبدري عنده صفره ثانيه ما عطاهالوش، زادك المافيولات الكل قالوا ثم صفرة ثانية البدري، دونك زوز أوراق أحمر وقعد تجبيده بعد المباراة هذيك. وأمير لوسيف لجنة المتابعة ولا أنتم ايش تسميوها بعد المباراة هذيك وقعد تجميده. نجيك المباراة النادي الإفريقي ومستقبل سليمان كيف ظلم فيها النادي الإفريقي وعطاه وقتها تغافل. وقتاش هذي؟ الدات ما عنديش، أما أنا رجعت معناتها الرسمية معناتها رجعت للكوريه وقتها والستاتيو اللي مكتوبين وقتها من طرفي ولا من طرف بعض المحسوبين على النادي الإفريقي. مباراة سليمان دون فيها اسم يوسف العلمي قال احتج هو يوسف وقتها خرج يعارك فيها على البينالتي، معناتها بينالتي في لاغرونت حط معناتها يحرم الفريق من حقه ويزيد يدون اسم الرئيس، دونك تعاقب يعمل حقه يدون يعطيني حقي راني ما احتجيتش تي مو هذا حقك هذا في نظرتك انت معناها في نظرك انت انت سلت هو أنا. هو سامحني ما يبش نجاوب نتفاعل معك انا قاعد انت سلت كمال بن خليل كمال بن خليل انت تقول حقي واحد مستقبل سليمان يقول لك حتى انا لا مش حقك زاده معناها مستقبل سليمان انا دخلني في مستقبل سليمان جبت مستقبل سليمان انا نجبد في امير لوسيف اي هو كيف في تقديرك انت حقك مستقبل في تقدير سليمان. مستقبل سليمان يقول لك مش حقك مستقبل سليمان ما قالوش نحي بينالتي ما جاش قالوا يا امير لوسيف نحي بينالتي ولا كلوب كيف ما قالوش اعطي بينالتي زين ما فهمتكش اش تقصد واضح كلامي انا كنادي الافريقي نحيت لي بينالتي نحتاج عليه انا ما قلتلكش اللي بسليمان قالوا نحي البينالتي انا نحتاج سليمان ما احتاجتش اموره انا نحتاج مباراه سليمان مباراه بن قردان زاد مباراه شهيره جدا كيف دون فيها اسم يوسف العلمي معناتها سيد هذايا ما يولي سيد وما يولي قوي في القانون كان ضد النادي الافريقي مقابلة معناها يوسف العلم ما قالوا شيء وهو دول له اسم طبعا مش ندخلوا في لا نجد نتفاعل معك نحكي معك يوسف العلمي ما قالوا شيء كيفاش ما انت كنت حاضر معه ما قالوا شيء حكيت مع يوسف العلمي او يسمع فيها انا كان نحكي مع الحكم تقول لي فيرسيون اخرى زاد لا انا ما نصدقوش الحكم انا نصدق يوسف اي جوستومون معناها يوسف جاء دون يوسف العلمي فقط لانه الناس اللي حاضره غاديكا مش يوسف بركه المحيط الكل كل اللي قاله له يوسف قال له زفارتك يلزمها تكون مستويه زفر مستوي ماناش طالبين منك باش تعطينا ديكادو دون اسمه قالوا راهو السيد هذا يتهجم علينا بل بالعكس في مباراه بسليمان قالوا تهجم على المساعد نتاعي خاطر خرج يوسف من البنك مشى يكلم قالوا راهو تهجم على المراقب الخط كلموا بالفاظ معناها باهيه معناها قالوا من فضلك يا سيد المساعد اعطينا حقنا هو يا اخي دول له اسمه ومراقب الخط في الشهاده نتاعو ما اشارش حتى لفظ نابي او ما اشارش ما انت قلت مراقب الخط ما عناش لليوم شنو قالوا يوسف العلمي دونك السيد هذايا اجي نقول لك حاجه واضح انه ضد النادي الافريقي ماناش فاهمينش بيه يولي معناتها صارم
ويولي عنده برشا حزم. احنا يا اخويا السيد هذا ما عندنا ضده حتى شيء، لا نتهمه بسوء النية، لكن يبدو انه زفارته ما تمشيش مع النادي الافريقي. ما تمشيش خويا، ما كان على لجنة التحكيم ولجنة التعيينات، احنا ما قلنا شيء، ما اتهمنا، انا شخصيا ما اتهمته بشيء. انا عدت حاجات صاروا في الماضي، ووقتها كان تتذكر على ضربة جزاء النادي الافريقي خرجوا علينا وقتها باش يبرروا تصرف الحكم، خرجوا علينا جباهذ التحكيم يقول جهاب ده يحكي لنا على اليد تستعمل كسلاح ولا كوسيلة. قال لك لا، راهو المدافع استعملها كوسيلة، مش بنتي هذيك في اعتداء أنيس البدري وقتها على آدم غضب، صحيت. قال لك لا، راهو استعمال كوسيلة وكسلاح، معناتها في اعتقادي حتى هذيك تستحق حملة زاد اعتداء كان بالمرفق واضح. هذيك صح، تبدا عندك حق، نقول لك عندك حق، رجعنا معناتها السيد هذا يحكي لك، معناتها انا يلزمني نقعد انا كسيبورتير زايجة سي بدري بربي استعملتها كسلاح ولا اعتداء صار شنو تقول لي دور السيد هذا؟ ندلو كملت استاذ خالد، خلينا نشوف كان انا مع مازلت ما كملت كمل متر. انا راني اتفق معك تماما في اللي تحكي فيه وهذا معناته انا خلينا نكمل باش نكونوا واضحين. تدوينتي ولا احتجاجي كمحب للنادي الافريقي، السيد هذا نجم يكون ذاك حق، وداير ثم واحد من قطاع التحكيم شبيك خرج تيجارش ايجا ثم واحد، انا قلت قطاع التحكيم هو خرج، ثم واحد من قطاع التحكيم سألته مرة على امير لوسيف، قال لي راهو لياقة بدنية ممتازة ونقفوا غادي في الفنيات وفي التطبيق. فقط سؤال جاوبني في مازلت لا قلت لك السيد هذا ايش قال لي معناتها اي وصلت التحكيم فقط قال لي راهو في لياقة بدنية اما في تطبيق القانون ما جا شيء. فقط في كلمة كمال بن خليل، في كلمة تعتبر الأخطاء اللي كنت تعدد فيها عن سوء نية؟ لا ما قولش، ربي سبحانه بركة يعرف. دونك فمش عايش الاحتجاج ولا ثم إذا كان تظلمني مرة واثنين وثلاثة أنا معاش مرتاح. أحمد الصالح دقيقة بربي دقيقة، طيب تقول لي ترمي لي كورة وتتعب، قلتك في كلمة جاوبني لا في كلمة أنت كي تظلمني أربع مرات أنا نفسانيا معاش نرتاح لك. واضح باهي أحمد تفضل. أنا والله ساعة ما نفهمها، ما نتفهمش ولا ما نفهمش لجنة تعيين الحكام إذا كان معناتها حكم فما فريق احتج عليه، علاش تعين فيه؟ علاش نخلقوا في بوليميك؟ علاش نخلقوا في مشكل من لا شيء؟ يعني حتى الماتش يصعب على الحكم وما نعرفوش ليه مآلاته. زادوني توا من النادي الافريقي، قال لك ما تنساش بونتو بلال العيفة الشهير ما فيه حتى شيء ضد قفصة. صحيح. نحا. صحيح معك. دونك هاني نزيدك حاجة أخرى مع سي أمير لصيف. لا لا قول لك صحيح، قول لك صحيح. لكن مش أمير لصيف نحا. لا مش لوسيف نحا، لا مش المراقب، لا مش المراقب، مش المراقب امير لوسيف نحا، لا زفر فوت وقتها في لا زفر فوت على القناه، لا انا حاضر زفر فوت على فوت.